بما أنه كثير من البلدان بدأت ترفع بعض الإرشادات الصحية مثل لبس الكمامة، حبينا اليوم نفتح هذا الموضوع ونشوف رأي الناس فيه. معنا في الاستوديو ضيوف راح يشاركونا برأيهم ونعرف إجاباتهم عن سؤالنا، هل راح يستمروا بارتداء الكمامات حتى بعد إلغاء القرار الإلزامي أو لا؟ فخلينا نرحب بإيدي ونسرين. أهلا وسهلا فيكم. وصباح الخير. يا هلا فيك إيدي، من زمان ما شفناك. يلا رجعنا بعد رمضان. طيب إيدي، أول شيء خلينا إحنا نتكلم إنه دحين في كثير بلدان قالت إنه الكمامة ما هي إلزامية وهذا قرار شخصي، لكن هل أنت حتشيل الكمامة في حال تم رفع هذا القرار؟ 100% يعني، حتى هلا من بعد ما طعمت صرت بالأماكن شوي إذا عم بطلع ما في حدا عم شيله وعم بمشي، يعني إذا ما في عالم عم بمشي شيل الكمامة. أنت أخذت الفاكسين؟ أنا أخذت الفاكسين. أوكي. يعني. بس انه قبل كنا اخذين احتياطاتنا قبل، بس انه هلا قطعا يعني رح اعمل احتفال يعني. هلا رح كفشك حتاخذ مخالف، انت عارف هذا الشيء. ايه لو احد كفشك حتاخذ مخالف. هلا شو الضحكه؟ يكشفوني هلا. طيب الناس بيسمعوك، ما تخاف انه يسمعوك؟ هلا ما تخاف لو مثلا انت كنت يعني، احنا ما بنتكلم قانونيا، نقول انه خلاص هم شالوا الكمامه، لو رحت في مول، مطار، مستشفى، ما تخاف انه من الازدحام؟ هي سارة الكمامه اجت فجأة يعني، جبرونا فيها يعني. كنا قبل طول أيامنا عايشين عايشين حياة طبيعية بلا كمامات، مع أنه كان في وباء قبل يعني. ما ينفع تقول جبرونا، هو لصحتك، هم يعني من هو حل كان عشان يقللوا من ال. أنا بدي أعطيك وجهة نظري أنا بالنسبة لي كشخصي، الكمامة مرحلة بلا طعمة كانت، بس بيقولوا لك انه كانت وقاية، هي ما انه وقاية يعني. انا بس بعرف كثير ناس كانوا قاعدين بالبيوت ولا طلعوا، كانوا اخذين احتياطاتهم ورش هن وفيتين وهن وطالعين واكلوا كورونا هن ببيوتهم يعني. الكمامة بالنسبة لي كانت يمكن حماية كرمال الغير، او ممكن اذا بالاهلك او الناس اللي بتحبيهم، بس ما حسيتها انه هي انه بتعفيك من كورونا 100% يعني. ماني مآمن كثير فيها، لانه الكورونا ما بيعرف من وين بيجيك يعني. الناس قاعدة ببيوتها واكلت كورونا. صار الناس جلست في البيت وقالت لك انا ما حخرج وما ححط كمامة، بس تفضل تسوي عزايم في البيت، اهلا وسهلا تفضلوا عندنا تعالوا سووا عزايم، والناس اللي بتيجي هذا البيت بتروح هذا البيت. فيعني قصدي كان وضع الكمامه من وحده من الاجراءات الالزاميه اللي كانت عشان تحافظ على صحتك. هيدا عاملينها كانوا للاحتياط. بس انا بدي اخبرك، كان عندي مثلا بالشغل 13 واحد معي في الشغل اللي هن يعني كلنا ما بعد اكلوا كورونا، وانا قاعد معهم ملقطت يعني. منا نسبه انه حاطه كمامه ولا مش حاطه كمامه يعني، انا بحس قصه مناعه اكثر من ما يكون انه هي كمامه. فهلا اذا طلع القرار انه شيل الكمامه، قطعا رح اعمل احتفال وشيلها. احتفل احتفل. نسرين، خلينا ناخذ رايك، انت ابدا مو مع فكره انك تشيلي الكمامه؟ اكشلي انا لا، انا مع يعني بنت في النص. أوكي. بين اني اشيلها وما اشيلها. ايش يعني؟ مثلا في الاماكن المزدحمه، في المطارات، في الطيارات، اي ثينك ان الواحد المفروض يفضل لابسها وما يشيلها. يعني في اماكن تكون واسعه او اوتدور اتوقع انه عادي. مع انه قبل كورونا في المناطق العامه كنت تركب الطياره وتروح المستشفيات وكذا، ما تلبس كمامة. صحيح، بس خلينا نتفق انه بعد كورونا الحياه تغيرت، الظروف تغيرت، انت نظرتك للحياه تغيرت، فتحسي انه صرتي المفروض تكوني اكثر وعي واكثر ثقافه بهذا الموضوع. بعدين الانسان مو عايش لوحده، عايش مع زوج، عايش مع اطفال، عايش مع ممكن يزور امه وابوه. طلع وبدات الخناقه. يلا يا ادي تفضل. انك تشيل الكمامه يعني، المنظمه الصحه العالميه بس تقول انه شيلوا الكمامه يعني بطل في خطوره. يعني بما انه اجى اوبئه اضرب من 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 كورونا، وما عملنا هلا فيها الاهميه وتوترنا كيف صحيح. يعني ايش الاوبئه اللي اخذت؟ يعني اجى السارس قبل، ما في H1N1 اللي اجى السارس. لا هذه زمان. طيب اوكي، طيب بس اخذت حجم الكورونا ملايين. ما اخذت حجم الكورونا. لا كيف يا ايدي، قتلت ملايين. اول ما كان في العلاج ما كان في يعني، زمان ما كان في المعدات اللي موجوده الان طبيا. صحيح. فزمان كان في الاوبئه، يمكن ما كانوا يلبسوا ماسك، لكن ماتوا كثير ناس. فاحنا يعني اوكي ما نقول انه كورونا ما اثرت على عدد الوفيات، لكن اكيد ما يكون نفس اللي صار في اسبانيا قبل كم سنه. انت ايش اكثر شيء يخوفك من الوضع العام عشان كذا يخليك تلبس؟ انا اكثر شيء يخوفني الصراحه الناس المحيطين بي، لانه يعني زي ما حضرتك تفضلت انه الانسان انه في ناس انصابوا وهم ما بيخرجوا كثير لانه مناعتهم اضعف، وانت مناعتك ممكن تكون افضل من غيرك، فبالتالي انا لازم انتبه لنفسي، لانه ممكن تكون انا مناعتي كويسه بس انا ما اعرف زوجي ولا اولادي ولا امي. صح. ولا ابوي. بس في امانه انا عم بحكي انه ممكن تجيك الكورونا حتى انت قاعده في البيت،
البيت يعني من اي شيء يعني ما تخلي الكمامه هي الوسواس انه الكمامه هي تحميكي، الكمامه ما حتحميكي صح انت معك حق يعني ممكن اي شيء يحميك ادي لا انا عم بقول انه ممكن تحمي انا 50-50 بس انا عندك 50 انك تلقطيها بس هي مثبته علميا كثير تكلمنا عنها في البرنامج طب الناس اللي قاعده ببيوتها كيف لقطت؟ مش حاطين كمامات وقاعدين ببيوتها وبقول لك تحط لك تخرج من البيت تحطها كمامه لكن تستقبل ضيوف صح. او مثلا يجيها انت ما تتصوري ساره يعني شغلتها انك بدك حملتيها وماشي يعني اوقات بطلع بالاسانسور نازل بنزل بكون صرت بالطابق الارضي وين الكمامه برجع بحمل حالي وبطلع يعني شغله مثل كانه صح بس يعني هي زي ما يقولوا شر ولا بد منه يعني مضطرين يعني هلا هن يطلعوا القرار وانا رح شيلها طب انا اقول لك شيء اذا انت مره مو مقتنع بالكمامه لا سمح الله اضطريت تسوي عمليه في مستشفى والدكتور داخل معك ومو حاطط كمامه عادي بالنسبه لك هيدا هو قديما هو لازم يحطه مش عم يحطها بس ليش لازم يحطها لا لانه كان ميل الاوبي يعني انه عندك اي شيء اي هو بالضبط هذا اللي هو بيقوله شفتي لك حكيم باي عمليه من هلا ومن زمان بحط الكمامه هو عم بيعمل عمليه يعني بس مش مرض كورونا ليش عشان يحميك انت لان هم لما مثلا يضطروا يفتحوا اي شيء ممكن يسوي التهاب في الشق اللي هم سووه في جسم المريض فعشان كذا كان هذا يحميهم فهذا نفس الشيء بس انه من كورونا وعندك ياما ناس كمان من بعد العمليه اخذوا فيروسز من قلب المستشفى بس ما خصهم بالكمامه وكانت في اخطاء طبيه بس احنا بنتكلم الصحيح انه لازم الدكتور هو يحط كمامه انا اسمعوني يعني كل طول عمرنا عايشين بلا كمامات وهلا صرنا مسوسين وكمامه بدي اخبرك شغله أنا كل اللي بعرفهم 90% مش 90 100% اللي بعرفهم أكلوا كورونا كلهم مسوسين طب ممكن أقول لك شيء يعني لا أنا أقول لك شيء يمكن أوكي زمان كان الوضع غير صحيح لكن إحنا في كورونا صار عندنا وعي أكثر بالضبط. بمعنى حتى الأماكن حتى المطاعم تخيل حتى المطارات حتى الطيارات أنت عارف إنه زمان كانوا ما يعقموها أنت عارف فين كنت قاعد أنت في أي كرسي قاعد تاكل هذه طاولة الأكل كان يصير لك شيء كان يصير لك شيء ما غاص الأولادي مرضوا ما شاء الله انت شكلك ماخذ لقاح اقوى من حق كورونا يا ادي عملت الانتيبادي طلع معي 1980 ما شاء الله ايش بتشرب في الصبح لازم اعمل علي دراسات حليب ولا عصير ولا ايش وضعه 1980 ما شاء الله شكرا ادي شكرا نسرين هذه كان اختلاف اراء لكن قبل ما تنضم لنا نسرين يعقوب احنا سالنا نفس السؤال لمشاهدينا في السعوديه فخلينا نشوف مع بعض ايش كانت ارائهم على حسب تعليمات وزارة الصحة عندنا إذا قالوا لنا خلاص انتهاء منها ما عاد لها أي لزام لا طبعاً من غيره يعني حنبسط حسوي مستحيل يعني حسوي تنظيف حسوي كل حاجة عشان بس رفع الكمامة إذا الوضع طيب أعتقد لا لأن يعني هم قرروا خلاص أنا أمشي على قرارهم معكم مبسوطة لأن تعبتنا لا أنا ما حشيلها وأرفعها إلا إذا كان جاني قرار شيء رسمي يعني أبداً ما أعتقد أنه بنستمر في وضع الكمامة لأنه ما نزل هذا القرار إلا عن دراسة علمية هستمر في لبس الكمامة لأنه خلاص صار شيء مرة أساس أنه تلبس الكمامة والحجاب والطرح لا أن ذهب هذا الوباء بفضل الله لم يعد هناك حاجة لكمامة بما أني شايلة الكمامة ممكن أنا أنصاب وأصيب اللي عند وأصيب أهلي وحواليني الناس اللي حواليني إذا كان الوباء لازال موجود أكيد راح أستمر في لبس الكمامة لكن إذا راح الوباء وأعلن أنه ما عاد في وباء راح أشيله أكيد حبينا كمان مشاهدينا نعرفكم على الجانب والأثر النفسي لهذا التغيير اللي حيصير في المستقبل القريب فتنضم لنا عبر سكايب الدكتورة نسرين يعقوب بن جدة صباح الخير دكتورة صباح النور سارة أهلين أهلاً وسهلاً فيك أول شيء دكتورة أنت كيف حالك؟ الحمد لله نسبة المرضى عندك في العيادة قد إيش زادوا؟ بسبب ما بعد الكورونا صح؟ أيوه صراحة إحنا لازلنا بنعاني من آثار ما بعد الكورونا زي ما كنتوا بتتناقشوا يعني إيدي كان بيقول إنه في ناس أصلاً عندهم مشاكل نفسية أصلاً قبل الكورونا واستحضرت الحالات اللي فعلاً كانت المناعة عندها أقل بسبب الناحية النفسية نفسيتها كنا تكلمنا أنا والدكتور نزار باهبري عن هذا الموضوع أخصائي الأمراض المعدية أيوة المناعة النفسية مرة مهمة طيب دكتور الكمامة صارت شيء مرة مهم في حياتنا اليومية يعني كلنا صار زي ما ديانا سمتها متلازمة الكمامة بطريقة أو بأخرى فكيف نقدر نقنع نفسنا أنه الكمامة ما حتكون معنا للأبد
أولاً يعني بعد ما سمعت الآراء الاستفتاء اللي سويتوه، أيوة الناس عندها ثقة عالية جداً بوزارة الصحة، فإذا وزارة الصحة أخذت هذا القرار هذا راح يكون يعني أكبر سبب راح يخلي الناس تثق وتشيل الكمامة. ولكن فين المشكلة؟ في بعض الأشخاص اللي لا زالوا عندهم تخوف إنه يعني راح يظل عندهم الوسواس هذا بأنه طيب هذا مو كفاية، لأنه هذول هم الفئة اللي هم من الأصل قبل الكورونا هم عندهم مخاوف موسوسين من أول يعني. أيوة راح يظل عندهم هذا الخوف، وحنلاقيهم منهم هم نفسهم هذول الناس اللي عندهم خوف من المرض، عندهم خوف من انتقال العدوى، عندهم خوف إنه تجيهم مثلاً أشياء عشان في تاريخ الأسرة. فحقيقي نحن بنتعامل مع الناحية النفسية هنا وليس فيروس كورونا حنصير، لأنه في كمامة نفسية نحتاج نشيلها قبل ما نفكر في الكمامة اللي هي هذه الكمامة النفسية. مشكلتها وين يعني؟ أنا تحليلي الدكتورة إنه وقت الحجر يمكن تعودنا كثير نكون في البيت ومنعزلين من الناس، منعزلين من الطلعات، ارتحنا في بيوتنا. في ناس غيرت بيوتها وغيرت الديكور عشان ترتاح أكثر، تغيرت الملابس، لكن دحين الحياة بدأت ترجع شوية شوية وإحنا لسه في هذا الانعزال. يعني أنا أعترف لك دكتورة، أنا في مثلا كثير أيام أتعزم على أشياء أكون أبغى أروح لكن أفضل أنه أقعد في البيت، لسه أحس أنه راحتي في البيت. فكيف شوية شوية نرجع للحياة الاجتماعية؟ هو فعلا في مشكله انه لما صار الحجر الناس انصدمت، بعدين اللي صار انها اكتشفت انه في ميزه لهذه العزله، فصار في نوع من عدم الموازنه بين العزله وايجاد مناطق للراحه في البيت وما بين الرجوع بالتدريج للعالم الخارج. كان زمان عندنا تساؤل انه لازم ادف نفسي، لازم احاول احتك، لازم احاول اعاشر الناس المهمين في حياتي، لازم انا اغير جو واعمل لنفسي روتين واطلع. هذا السؤال ما عاد هو الان في بعض الفئات مش الكل، كانها تجربه الحجر اكدت لهم ان الحياه ممكن تمشي، وصار في تعامل من وراء الشاشات. يعني نحن الان بعد سنه من فك الحجر، احنا نتكلم على جون السنه اللي فاتت، احنا جون الان 12 شهر، الآن بدأت تظهر يعني أعراض عن بعض الحالات في هذه الفترة، لأنه طلعنا من الحجر لكن هم ما طلعوا. ففي مشكلة في اتخاذ قرار سليم ويعني مناسب عشان نطلع من هذه العزلة. في ناس حبتها، في ناس استمرأتها وأثرت على حياتها، وبدأت تظهر عندنا حالات الرهاب الاجتماعي، الرغبة في الانطواء، التواصل عبر الشاشات التواصل الاجتماعي. يعني في مشكلة فعلا. فالكمامة النفسية أنا شايفتها أنها هي اللي تحتاج أن احنا نفكر فيها، لأنه مش فقط الفيروس احنا نعالجه، احنا كمان نبغى نعالج السلوك صحيح والقرارات الشخصيه اللي صارت عند الناس بعد الحجر. المشكله دكتور احنا من قبل كورونا اوريدي كان موضوع السوشيال ميديا خففت كثير العلاقات الوديه في الواقع، صار كل شيء بمسجات، كل شيء بتليفونات، كل شيء على السوشيال ميديا، فما بالك بعد الحجر. لكن هذه الكمامه النفسيه اللي انت بتتكلمي عنها، لو تقولينا مثلا خطوات بسيطه نقدر نسويها كل يوم او كل شهر، ولا انت تنصحينا انه نقدر كيف نتخلص منها؟ طيب الشخص اذا كان بيتكلم عن نفسه انه هو يسال نفسه هو فعلا طلع من الحجر ولا لا. يعني احنا نتكلم على بعد 12 او 13 شهر من فك الحجر واللي هي اوقات الخروج من المنزل، احنا تقريبا خلصنا اكثر من سنه. هل فعلا قرارك، يعني زي ما حضرتك تفضلتي انت كمان صرتي كساره بتسالي نفسك 100 مره قبل ما تروحي العزيمه او قبل ما تخرجي، هل هذا لانه الشيء اصيل فيكي انت، ولا هو لانه الشيء استجد على حياتك من سنتين؟ ما يمنع انه الانسان يخفف من الصخب، يخفف من التفاصيل الممله في حياته. هذا بالعكس، يعني انا مع الفلتره، نفلتر الأنشطة اللي ما كانت تجلب لي أي نوع من المتعة، لكن لازم نرجع نسأل نفسنا إنه في أشياء وفي أساسيات وفي أنشطة أحاول إني ألتزم فيها عشان صحتي النفسية وصحتي الجسدية وإنجازي كمان، وإنجازي في مهنتي، إنجازي في دراستي. الصراحة أحب إني أأكد كمان على نقطة مرة مهمة، إحنا مو بس نطالع في نفسنا، إحنا كمان لازم نشوف الناس اللي حوالينا، الأطفال والمراهقين اللي تعودوا على التعامل مع الشاشة من خلال المدارس. يعني نحن ما بندرس، احنا اضطرينا نرجع نطلع عشان نشتغل،
بس في أطفال المدارس اللي جلسوا وراء الشاشة تقريباً الآن حنكمل أكثر من سنتين حنواجه صعوبة جديدة عشان نرجع للمدارس. هذول الأولاد والبنات اتعودوا إنهم يتعاملوا مع حياتهم كلها من خلال الشاشة. عندي صارت في مشاكل في الأكل، صارت عندي مشاكل في السمنة، صارت عندي مشاكل في حتى المواجهة البصرية عند بعض المراهقين وبعض الشباب والبنات أصبحت فيها أزمة، لأنه إذا بتتكلم عن طالب ثانوي ولا متوسط ولا ابتدائي هو ما حاول حتى يطلع من البيت في الوقت المحدد للدراسة هذه مشكلة طبعاً. فيعني لازم بالتدريج أي أم أو أي أب مسؤول عن، يعني أنا أنبسط ببعض المدرسين مثلاً خلال الكلاس يقول للولد أو للبنت قوم دور لي في البيت على كاسة كوباية، يعني مدرس علوم مدرس رياضيات يحاول يخلي الولد يتحرك. فنحن أعتقد أن نحن بحاجة أن نحن نكثف الجهود أكثر. شوفي دكتور بصراحة يعني أنا لما سمعت وزارة التعليم أعلن أنه في سبتمبر حيرجعوا الأطفال للمدرسة فرحت كثير، بس شلت همهم قلت يعني بعد كل هذه الفترة كيف حيرجعوا بأي نفسية حيكون المخاوف عندهم أكثر. فإحنا أكيد حنتكلم المرة الجاية دكتورة نسرين عن كيف لو نقدر بس أنه كيف الأهالي يساعدوا أولادهم في خلال فترة الصيف عشان نساعدهم يرجعوا المدرسة وهم حابين. فشكرا لك دكتورة نسرين، يعطيك ألف عافية.